باشا 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 بص يا عمي وقاشا باشا 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 شيت جبت الباشا واللي بيسمع قالوا واللي عاند ويلو يعني مرة تانية يا عم حلبة رجعنا فيها على القرية الكاريزماوية احنا وصلنا كده وصلنا يا عم حنفي وانا طالع الحمد لله على السلامة يا ولدي الحمد لله على السلامة دي القرية دي القرية الكاريزماوية سلام يا رجالة سلام يا رجالة سلام يا رجالة ازيكم انا رحت فين يا عم انا رحت فين يا عم اهلا يا عم محمد يا محمد ودي سهل السلام خليني خليني اهلا اهلا يا عم الشاعر اهلا يا عم ابراهيم اهلا يا عم يا عم انا رحت فين لا لا انت رحت انا موجود انت طلعت برايم انا موجود طلعت ورجعت الله يسلمك انا بالبومبي انا حبيبي اللومبي مش بومبي عرفكم على عم حنفي حنفي عم حنفي شباب ده احنا كده في التلفزيون اه يا عم حنفي هذه القريه الكاريزماويه وانا راجع برايم الله انا طالع من برايم يا عم حنفي انت راجع ثاني بقولش حاجه برايم هتاخذ الاول بقول لك حاجه بدونش نقاط كيف ما اعرفش والله كيف كيف راجع بدي مالكش نقاط يعني مالكش نقاط يا عم حنفي ببلاش ببلاش ربنا يسامحك عبد الاله احب ارجع هلا يا عم سلام الاسفار مرحبا الله يسلمك يا عم عبد الله بغيت اقول يا عم حنفي شلون اخواننا في مصر عبد الله طلع ابراهيم معايا يا عم مالكش نقاط يا عم انت جايش بدون نقاط يا عم عبد الله عبد الله طلعت ابراهيم ابراهيم على الواد ازيك منورنا اخباركم يا رجاله لا مش عارف حنفي ايوه استاذ بدرك لا بس انت تخش معايا يا عم حنفي بدون نقاط مالكش نقاط كيف يعني ببلاش يا عم انت مش عمي حنفي انت عمي حنفيه يا عمي والله بدون نقاط يا عم حنفي ويشتم برضه ما بيشتمش والله براحتك اخش من الهواء خش من الهواء يا عم حنفي يا عمي والبلد ما فيهاش هواء يعني مكتومة يعني كانت كاميرات الهواء يا عم حنفي اه عاوز الهواء وهم قالوا ايش والله ما اعرفش قالوا تعال اشرب شاي في بيالة الشاي عند عم فلاح وما قالوش اني اجي معاك ولي انقاط برضه متسابق قالوا لي متسابق ما تعرفش الاعلام الاعلام انا بعرف الاعلام تفضلوا اعرف الاعلام ده الاعلام بيقول حاجه ويعمل حاجه ثاني عبد الله سامي بتعرفش البرايم ما بعرفش برايم برايم ايه اللي انت جاي تقول عليه انت عارف قبل ما على الرزق ايه قبل ما تطلع برايم قبل ما تطلع عليه يا عارف معنى الرزق هيا يا رجال هيا خش يا عم حنفي خش معي بدونش نقاط عم بقول لك بدونش نقاط انا عاوز ازرع البلد ازرع راسي يا عم حنفي قدام تزرع بلد اقلع وازرع في ارضي براحتك يا عم حنفي انت عاوز لك قرض عشان ازرع النفقه دي براحتك يا عم حنفي بتخش معايا بدون نقاط بدون نقاط كيف انا عاوز ارجع ثاني يا رجاله بعد اذنكم يعني براحتك يا عم حنفي تفضل معنا اشرب قهوة وحالة مع حالنا وشاي في شاي قالت شاي عند عند عمي فلاح بتاعت يا مولانا ازيك يا مولانا العم فلاح مش ازيك لا 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 لقم الجوال يا عم حنفي ده انت بتاع الموبايلات الجوال يا رجال شلون هو فهمي رومانسي طالع رومانسي يا عم فلاح خش يا رجال تفضل تفضل الله محيي لا 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 ابراهيم استغفر الله العظيم يعني يا عم تقول عليه انت ممثل كبير يا عم شكرا لك يا عم والله العظيم شلون اهلنا في مصر والله الحمد لله والله كلهم طيب في مصر عاوز ايه انت عاوز ايه حياك الله حياك الله كراسي ولا عربي ها عربي لاني ما اعرفش انجليزي يعني مش لازم تحرقونا يعني تعال يا عمي هلا بالمختلف اخبارك عامل ايه يا عم
عمي حنفيه حنفي عبد الله. هذا مجموعه اعمام مو ايوه هذا مجموعه عمي. انت ضربك شوط ولا ليش شعرك عامل كذا؟ هذا من الصدمه يوم جيت. يلا حيهم تفضل. وش حالكم؟ معلش نسيت من الدور يا عمي حنفي، والله نسيت من دوري يا رجال، نسيت من الدور والله. لمبي ده احنا هوا كده. ايه هوا يا عمي حنفي. طيب بتسكر ودنك عشان ما يخش الهوا في كاميرات يا عمي حنفي. هوا كاميرات يا عمي حنفي. اجلس يا عمي. انا عاوز